من نحن وصغار بيقولوا لنا شفتوا هيدي النقطة الصغيرة على الخارطة؟ هيدا لبنان. فالواحد بيكبر مفكر إنه أنا بنت وجاي من بلد صغير مش ممكن أوصل لمحل. من وقتها جربت غير هيدي النظرة، اشتغلت كتير خاصة ببلد ما فيه صناعة سينما، عملت المستحيل حتى وصل أفكاري. وأوقات اشتغلت مع ناس أول مرة عم بيمثلوا، لأنه حسيت إنه بدي أعبر عن حقيقة ناس بعرفهم شايفتهم. هلأ فهمت إنه الواحد حتى لو جاي من بلد صغير إذا آمن بفكرته ممكن يوصلها لكل العالم.